ان احنا ناخد مشهد اكستيريور ومشهد انتيريور ونطبق عليه اللي احنا درسناه دلوقتي. انا اسهل حاجه ممكن اعملها دلوقتي ان انا اقول له في الستاندرد بريميتيفز انا عايز احط ارض، هعمل عندك مشهد اكستيريور، هسنتر الارض دي تمام، هديها لون جري. انا مش محتاج دلوقتي ان انا ادي ماتيريالز، انا كل محتاج ان انا اركز في شكل الاضاءه. حرف جي على الكيبورد هيشيل ال Alt W هيعمل لي ايه؟ هيكبر لي الشاشة. طبعا ممكن احط بوكس ده يمثل العمارة، ممكن اقول له F البوكس ده، اقول له رايت كليك كونفرت تو داتا بورتفوليو، هيعمل لي ايه؟ هيحوله لي يبقى جسم اقدر ان انا اعدل فيه. انا حابب بس تفاصيل في الجسم، يعني الغرض منها ان انا افهم ان مثلا الشبابيك والحاجات دي برضه ليها تفاصيل بره في الاكستريو، فبس مش هقعد اركز على الموديلنج كتير. انا هعمل اي حاجه كده بسرعه. دي الاضرار اللي في العماره اهي، هنقول ان البرج ده مثلا الشباب، مش محتاج تفصيل اكتر من كده. هبتدي ان انا امسك الفيس ده، انا محتاج بس اعمل شويه شبابيك عشان خاطر اقول لكم يعني ايه الباونس بتحصل. بصوا هتلاحظوا في حاجات كده كتيره قوي هتبان معاكم. لو انا قلت له رايت كليك قلت له اعمل لي حاجه اسمها انسيت مثلا، هيفتح لي شبابيك. طبعا انسيت هنا ممكن اخدوه باي بوليجون يعمل لي انسيت الشبابيك في العماره كلها. اقول له رايت كليك اكسترود لور كرتون وولز يعني محطوطه، ودي ايه الازاز بتاعها. بس عملتها بدل ما اقعد امسك واحده واحده، عملتها بايه؟ بسرعه جدا عشان خاطر نكسب الوقت ان احنا نركز على الفيديو يعني تمام. دي عماره، العماره دي هحط فيها اضاءه وعايز ارندر واشوف الفرق ما بين وقت الرندر واشكال الرندر. همسك البوكس بتاعتي ده اكبره شويه، هيبقى بالظبط بالنسبه لي زيه زي ايه؟ زي الفيري بلاك اللي هو المستوى بتاع الفيري. طبعا الاضاءات اللي تمشي في الحاجات الاكستيريور ما تخش في اللايف فيري لايف، في حاجه اسمها فيري ايه؟ سن. دي الاضاءات اللي يعني كتير جدا بنستخدمها في الايه؟ في عمليه الريندر الثاني. الفيري سن طبعا بيبقى ليها دايركشن واتجاه، وبعد ما تحطها بيقول لي انا هحط لك حاجه اسمها انفايرمنت ماب اللي هي بتديني بس في السماء او الخلفيه صوره السكاي تمام. هقول له اوكي، هخلي الفوكس هنا كده. ممكن برضه استخدم نفس التركيه دي ان هو يسنتر لي الايه الفوكس بتاع الصن على الايه على النار. طيب الشمس جايه كده ابتدى الظل يجي هنا، انا ممكن ادي كده في التوب فيو حد ايه؟ حد زعل. دايما احنا بنيجي كده برضه شاشه الاضاءات عاليه جدا. لو انا حاولت ارندر المشهد ده دلوقتي احط الاضاءه بقت عاليه جدا. يعني الدنيا ايه؟ مش باينه بسبب شده الاضاءه بتاعت الشمس. طبعا بنعمل ايه؟ بنحاول ان احنا نقلل شدة الاضاءة. نيجي هنا هنقول له انتنستي مالتي بلاير، هنقول له مثلا 0.05
بنت شوية في هنا كده حصلت اهي. خلاص كده كده هتلاقي المبنى يعني هنا هتيجي المبنى ايه يبان معايا. هشوف ان هي عايزه تقل كمان 0.01 كده كويس قوي. لاحظوا ان انت ممكن اعدل هو لا بعمل كنسل، انا بعمل كنسل وبغير الرقم وبخش من اللي فاتني فيه. بس هو ما كانش ما هو بيسيب عشان هو عارف ان انا مش هخش اعمل حاجه ثانيه. طيب مبدئيا انا شايف ان المشهد ياخد 70%. اولا الشادوز اللي هنا مظبوطه، الشادوز اللي جايه على وجه العماره بحيث ان الشمس جايه في الوش مظبوطه، تدريج الشادوز واخد جريدينت من تحت، من هنا فاتح ومن هنا غامق، فالجريدينت ده يبقى شكله مظبوط. ولكن بنفضل ان احنا بقى نخش في اعدادات الريندر اف 10 طبعا احنا مش شغالين ايه؟ احنا قلنا المشهد الخارجي لو تفتكروا شغلنا ايه؟ فورت فورس مع ايه؟ مع فورت فورس. عشان كده طلعت ايه الدنيا كده بالمنظر ده. الحاجه اللي احنا نقدر نلعب فيها هنا في الاثنين اعدادين دول هو كلمه الايه؟ الباونس. احنا اتفقنا لما نزود الباونس هيبتدي الخطوط اللي قدام الشبابيك دي هتنور شويه، الظل اللي لونه غامق ده هيبتدي ايه؟ ينور شويه. تعالوا ما نشوف الكلام ده هيحصل ولا لا لما نخلي الباونس 6. ده موجود. خلي بالكوا الرندر المره اللي فاتت خد 20 ثانيه، عرفت منين؟ مكتوبه تحت الحته دي تمام؟ فهنشوف دلوقتي الايفكت زياده الباونس على الشادوز ووقت الرندر. طبعا وقت الرندر ده مهم بالنسبه لكم كتير جدا عشان انتم بتسلموا مع ضغط الشغل مع الدنيا متكربسه، فعايزين ايه؟ ترندروا بسرعه. فترندروا بسرعه، طب ممكن استغنى عن حته الباونس دي شويه، ما هو المشهد هيطلع منور، ممكن اخش على الفوتوشوب اعمل له كرر كوريكشن بسرعه، اخلص حاجه بسرعه. فالحته السرعه دي مهمه في الشغل، لكن في الناس اللي داخله مسابقات اعتقد مش مهم قد ما هم عايزين يطلعوا بسرعه كويسه. هديني رندر على الوقت كده ونشوف ايه اللي خلاف فيه. هتشوف بقى الحته دي بقت منوره جامد، حصل فيها اضاءه شويه، الجريدنت برضه لسه موجود معايا، ممكن اعلي الباونس شويه، الشادوز اللي موجوده على الشبابيك خفت نتيجه ايه؟ احنا قلنا ان الباونس ده يجي على الحته بتاعت كل مستوى من انعكاسات الاضاءه، فبيعمل انعكاسات الاضاءه فبيقلل الحته بتاعت الايه؟ الايرور. هلاحظ ان الزمن زاد معانا بقى 21 ايه؟ 21 ثانيه. يبقى زياده الباونس هو بيتزود معانا وقت الاضاءه. فهيقول لي انا مش فاكر من ثانيه، لا هو ده مشهد بسيط والاضاءه دي فيه بسيطه. مفيش فيه تفاصيل، مفيش فيه شجر، مفيش فيه عربيات. المشهد هنا زاد من 20 ل 21 هنكسبها بنسبة مئوية، لأن هيكون زاد مثلا حوالي 2.5%. لا المشهد الكبير اللي بياخد ساعتين هيزيد على الأقل 17 دقيقة. فـ 17 دقيقة ساعتين 17 دقيقة بجد ربع ساعة. هنعمل فوكس دلوقتي على هرندر. انا عايز اوريكم الجمال بتاع الجري لما احنا نفهم شغل الاضاءه مظبوط، هنطلع تفاصيل الاكسل شكلها جميل ازاي. طبعا شايفين المشهد من هنا، طبعا اللي انتم شايفينه ده الزجلله اللي موجوده دي مش موجوده عندي. لو هتيجي تبص على اللابتوب زي ما قلت لكم الكابل ده نفسه هو اللي بيعمل الزجلله دي، بس انا هوريكم دلوقتي الريندر بعد ما يخلص على اللابتوب هتكون شكلها جميل جدا.